ازيكم شباب، معكم حلقة جديدة مع ايس تيوب عشان نلعب لعبة ببجي. والتحدي بتاعنا النهاردة هيكون في الصحراء وهيكون سولو شباب، وهنلعب النهاردة بإذن الله باحترافية. وانا عارف يعني اللي في حاجات بتلخبط في لان الواحد لسه نبص خنا وبحاول احسن المستوية، بس شكرا لكل واحد بيساعدني في التعليقات. فانا شباب لو في حاجة وقعت مني على طول انقذوني بقى في التعليقات. وقبل ما نبتدي ما تنسناش بقى باللايك، وخلينا شباب نبتدي جيم جديد. مش عارف ليه شباب فرحان قوي، حاسس انا والله هطلع الترتيب الاول. واحد كان قاعد يتمرن كده قبل ما يسجل، واول ما يسجل يتحول نوب اوتوماتيك. مش عارف حاجه غريبه، ولما تكون ما بتسجلش تطلع الاول. فلا وكذا مره يعني حاجه بصراحه تعصب الواحد. خلينا طيب ننزل هنا، عايزين ننزل في مكان نجيب لنا كده كام كليه على السريع. وخدوا بالكم يا شباب من حاجه، اللي هيقابلني بقى بوت مش بوت انا ماليش دعوه، انا اهم حاجه عندي انزل كويس ونحاول نطلع احسن مصطفى. خلينا ننزل هنا في السريع فنفتح الباراشوت. ايه يا ابني اهدى شويه، اهدى يا عم في ايه. لا لا ده كده مش احتراف، ده كده جنان والله. شاب بيلف اوتوماتيك بس يا حبيبي. والله لفيت الماب كلها بشيك في حد اهو. في واحد كان، في واحد نازل لاجل الطياره، والله كنت مقلق شويه. في حد هنا، يلا يلا خلينا ننزل على البيت ده. حلو، في حد حوالينا؟ لا والله غريبه. السلام، واخدنا على طول سلاح. راح فين السلاح؟ اخدنا مسدس قشطه ماشي. نخش هنا في البيت نلوت كده ونعيش حياتنا براحتنا. مفيش ولا واحد نازل، شفت الجبن يعني العيال كلها مقلقه. خلينا نبدا ناخد ايه تاني كده عندنا، بس مسدس شباب عايزين على الاقل رشاش كويس. نفتح هنا طيب، ناخد الخوذه. حلو، جالي اسوء سلاحين. انتوا تقولوا انا العب تحدي بالمسدس يا جدعان، نزلت انا بالرشاش ومحتاس تقول لي العب بمسدس؟ حرام عليك يا راجل. مظبطنا الكاتب اهو، في واحد جه. مع السلامه، ماليش فيه بقى، حسبنا لك اللي هو جه لحد عندي ما جتش جنبه. قشطه، ناخد ال 416 كويس. خدنا 416، مش عارف بقى 416 افضل من التاني، بس اعتقد يا شباب هو والسكار هم اللي كويسين جدا. بس السلاح اللي فات ده مش عارف احسن منهم ولا لا، فاتمنى منكم برضو تساعدوني في التعليقات. وخلينا ناخد هنا كمان ذخيره. حلو ماشي، وما عندناش اي حاجه تانية هنا. خلينا نخش البيت اللي بعده. انا نفسي بصراحه في سنايبر، اللي هو انتوا قلتوا لي الكار كويس، فيا رب يجي لنا الكار. وقلت لي برضو في سنايبر تاني اقوى منه، بس ده ما بتلاقوش غير في الدروبات. ف لما الاقي دروب ان شاء الله نبقى نحاول نروح ناخده في السريع. اوه في اتنين عندي، شايفين الولد اللي هناك ده واللي قدامي؟ بس الفكره اللي انا ممكن اجيب الولد البعيد ده، شوف قاعد متكهرب مستني التاني. طب انا ممكن اخليهم يخشوا على بعض وانا اخش افنش، ايه رايكم في الفكره دي؟ والله ممكن تظبط معانا. اول ولد سوسه نزل تحت، والولد التاني في الجنب من ورا مش هيشوفني. خليني اشوف ده كده. ايوه خليك واقف هنا يا حبي. هو عمال يلف حوالين نفسه. احتمال يكون الولد ده بوت يا شباب. في واحد تاني هنا، يعني بوتين بيضربوا على بعض؟ انت بتهزر؟ لا ده مش بوت، مفيش بوت بينط يا جدعان. ايه يا ابني انا خلصت عليك السلاح. انت ما بتحسش؟ الولد ده على فكره مش بوت، فلازم ننزله سريع سريع، نعمل يعني بحركه استراتيجيه. ايوه يا رب تظبط. حلو، ننزل له كده عنصر مفاجأة. ضرب طلقة، طلقة السوسة، طلقة الثانية. قرب قرب، فين السوسة؟ ممكن يكون مستخبي هنا فوق. في واحد هنا قدامي. حلو، تعالى يا حبيبي ماشي جبته. عايزين نجيب اللي بعده، الولد التاني السوسه اللي كان مستخبي في البيت كان عمال يضرب عليهم. في واحد تاني هناك صح، اهو بدا يضرب يا جدعان اهو، شايفينه؟ استنى استنى، مع السلامه. في واحد تاني مستخبي، فانا حرمي قنبله الدخان هنا. ايوه نامن برضو الوضع، لان بصراحه عايز اخد الحاجه اللي هناك، وخايف من الولد اللي كان عمال ينط زي الارنب ده. هتلاقي قد مكمبل، خلينا برضو نروح نشيك كده على السريع. اهو شوف شوف، ضرب على طول سخنه. استنى استنى استنى، في واحد في واحد هنا. شوف 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 قاعد مريح ازاي، انا على اساس انا مش شايفه يعني صح. ده مستحيل يكون بوت يا جدعان، دي البنت اللي كنت عمالها تجي تدور عليها كمان تنط زي الارنب، فجبناها كده. جبنا 4 كيل، هروح نروت كده على السريع. الواحد ده معاه سنايبر، يا سلام. يجي واخدك هيد شوت على السريع. ماشي، مش عايزين سكوب اتنين احنا خالص، يلا نكمل زي ما احنا. حلو،
احلى حاجه خلصنا كده عليهم كلهم. يا رب نلاقي في اللوتات دي حاجات كويسه. يلا يلا سريع سريع وما يكونش برضو حد معاه سنايبر هنا لقيتنا لان احنا فضحنا نفسنا. ماشي نفتح هنا حاجات نص ونص يا شباب. معايا سكوب 6 ماشي بس نفسي في 4 ونفسي في واحد مثلا 8 بس يكون معانا سنايبر. ايه ده نص واحد ده والله شكله زي كأنه واحد واقف بسنايبر يا جدعان. مش عارف ليه الواحد بتخيل دلوقتي. حتى الصحراء اللي هنا بتتخيل حاجات غريبه زي الصحراء الحقيقيه. بتشوف ميه وبتاع وتجري عليها. يلا يا عم اضربني غطس في الاخر ما تلاقيش اي حاجه. لا صحراء زي ما هي. شباب في دروب وقع هناك قدامي بس تلاقي العيال كلها هناك وانا مش معايا الزوم فممكن نروح نجرب حظنا بس هنا الوضع خطر. هنا احسن نمشي بعيد. هات مش في الحاجات اللي هنا. او تعالى حبيبي ماشي خلصنا زي واحد كمان شكله يعني ممكن كمان بط يروح يلوت ياخد دروب عادي. لا يبقى كده استهبال يا جدعان مش معقوله. نفسي في بط ابن حلال كده يجيب لي السنايبر لحد عندي يقول لي اتفضل يا عم واتفضل الزوب. يبقى بصراحه بط محترم. ايه ده كام ده 3 ماشي ناخد ده كمان. يلا دعواتكم بقى يا شباب يجي لنا بط كده محترم ابن ناس ويدينا لوتات كويسه نقدر نظبط بيها نفسنا. يلا يلا بسرعه خلينا نشوف احنا فين. اه ده احنا في الدايره. يا سلام يا دلع. حتى البيوت اللي بخشها ما فيهاش اي حاجه عدله كلها حاجات تعبانه. لا طيب نرجع لعربيتنا ونشوف تاني مكان يكون مثلا بعيد شويه يمكن نلاقي فيه حاجات احسن. يلا عايز اعرف برضو الدروب ده فين. لو احنا برضه ماشيين على السكه ممكن نروح نشوفه. هو يا جدعان ده نازل قدامي. طب ممتاز بس الفكره في ايه؟ هتلاقي المكمبره له صح؟ ربنا يستر. اكتر حاجه مش بحبها هي الدروب. تنزل وتبقى مقلق. اروح ولا ما اروحش؟ تبدا بطنك بط الكهرب. ممكن واحد يكون مكمبر لك في البيت ولا حاجه. يا رب يكون ده من حظنا. اوه ده في النص كمان يا حلاوه. يعني من الاخر جبني هيد شوت. يا رب ما يكونش واحد مستخبي في الزرع ولا حاجه. دعواتكم يا شباب. هات لك الكهرب. ايوه ايوه نقرب شويه. حلو. يلا يلا. خد بسرعه 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 بسرعه. نبدل ده. حلو بس كده طير. مع السلامه. في واحد وراي. لا 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 يا مفتري يا ظالم. في واحد وراي كان جاي للدروب. بيضرب على ايه ده؟ راح فنشه. والله كان هيفنشني. الحمد لله خلصنا عليه يا جدعان. كان حاطط امل هو ياخد الدروب. انسى. بس كان نفسي جني السكن كمان اللي هو بتاع الصحراء ده. بس يلا ممكن يكون نزل في الدروب الاولاني اللي احنا شفناه واحد اخده. بس انا ما حبيتش اخد الحاجه بتاعت الولا لان هي عند الدروب يعني اكيد وش هنتجاب. اكيد العيال بقى كلها هتبدا تيجي وتقرب تيجي تاخد الحاجه. فقلت له يا عم بدل ما تفنش وبتاع. هو المكان ده جميل بس مش متاخد منه. شكله واحد داخل هنا مظبط اخد كل حاجه. لا لا في استنى 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 خلينا نشوف. انت قلت لي ده يعني الكار احسن منه بس خلينا نشوف. معانا 6 ماشي. لا 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 ده مش هينفع نغيره. في واحد دخل هنا. في واحد دخل هنا. والله خضتني يا عم. ده بوت ده ولا ايه؟ همشي البوتات دي بتيجي من اماكن غريبه. بص بقى الجمدان. الزون جنبنا. يعني باشا. يلا باذن الله نروح كده على السريع. نمشي كده حبة سخنانين نكون وصلنا بالسلامة. برضه خلينا جاهزين ممكن أي حد يطلع علينا في أي سهوة. ماشي نخش هنا. نبدأ نطلع من المكان ده ونخش المكان اللي بعده. العيال بقى هتيجي كلها هنا تتكون في المكان ده أنا متأكد يا جدعان. ربنا يستر ممكن يكون واحد برضه هنا مكمبر لنا ولا حاجة. يا سوس نفسي أجيبه ده بقى. يا محظوظ يا محظوظ. أوف 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 ثواني. اوف ثواني يلا خلينا نجيب الكلايه. ضربته في رجليه. المحظوظ ده لو كان وقف ثواني كان زماني مظبطه. بس انا فضحت نفسي صح؟ هو في واحد يا حلاوه زميله التاني جه. هو واحد واقف هنا. حلو خليك زي ما انت كده. ايوه بس كده مية مية. اللي بعده بقى فين؟ الولد التاني قاعد مكمبر جوه. بس ممكن حد يجيبني بسنايبر من الناحيه التانية. خلينا هنا احسن. اهو اهو ما جاتش. فين محظوظ؟ هيطلع ازاي؟
انت هتموت يا ابني. ده بيشوف انا دخلت ازاي يعني. اهو السوسه. مع السلامه لسه ناصر ولا التاني. خلينا نشوف. طيب الزون ماشي في مصلحتنا. تتحرك ببطء. في واحد قاعد جوه هنا. الولد ده بس لو يطلع ويطمني شويه يقول لي ابو الاساسيس باذن الله هتطلع الاول ويخش هجيبه هيد شوت اقول له شكرا. اهو شايفين السلاح بتاعه؟ والله لو معايا قنبله كان زمان مظبطك. طلع راسك يالا. يا شقي. قاعد خايف هو. قال لك لا يا عم انا ما اطلعش ما غامرش. اوه الزون عنده المحظوظ. والسلاح بتاعه طالع من الشباك. هو في واحد هناك يا جدعان شايفينه؟ ده ممكن يجيبني. خليني احسن بعيد. في واحد من الناحيه دي وفي واحد تاني قدامي هنا. الولد قاعد بيجري هناك شايفينه؟ انا ممكن اجيبه سريع سريع. الولد التاني مش هيشوفني. بس سامع صوت الطلقات. وانا لازم اتحرك. يعني مصلحته اللي انا ايه يجيبني. يبقى في واحد هنا واحد هنا واحد قدامي. يبقى صح كده. بس في واحد انا مش عارف هو مكانه فين. لان انا كده اربعة فلازم نتحرك. يلا. ولا لو طلع لي راسه هجيبه هيت شوت. انا قلت هتعمل كده. شوف الغدار. مفيش قنبلة؟ اهي في واحدة. كده انا اقدر امسك القنبلة؟ هتفعل ايه صح؟ ربنا يخليك كده قاعد جوه. جرى. جرى الجبان. طلع يهرب. ويا بطني. ايوه الحمد لله. واحد فينش كده ناقص ثلاثة. وانا قاعد جوه دك 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 دك. اهو جاي جاي جاي. جاي من حته لازم يجي عندي. ولا واحد بيتحرك. الدنيا هص هص. عارف احساس الهص هص ده؟ بالذات في ببجي. يلا يلا اتحركوا بقى حرام عليكم يا ظلمه. لازم نتحرك عشان الزون. افتح الباب. لا 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 والله حرام. حرام يا شباب والله لا بخلي الولا. لا والله على الحظ. بس كان جيم جامد. كنا نجيب الاول. لا لا بس جيم جامد جامد والله. والله انت محظوظ. كنت ناوي احذف له القنبله بس لقطني السوس. انا اتاخرت بس جود جيم يا شباب. سقفك بقى كبير يا شباب. وعايزين بقى نوصل الفيديو ده 12000 لايك لان الواحد بصراحه كان بطنه متكهربه كفايه اللي هو جاب 10 كيلو كمان طلع الترتيب الثاني. فطبعا عشان انا هقف لحد هنا. فلو عجبك الفيديو ما تنساناش بقى باللايك. ولو عايزين يا شباب تحديات ثانيه اكتبها لي في التعليقات. بس كنت تحديات سهله ما تقوليش بقى تحدي المسدس مش عارف ايه وبتاع. يعني انت بالرشاش محتاج. حطيت له مسدس. اشوفكم بقى فيديو جديد مع اس تيوب جيمنج. يلا سلام.